كجزائري ومناصر جزائري قبل كل شيء، وشرف كبير، وهذا حضور رئيس الجمهورية ملعب 5 جولية هي فرحتين، هي فرحة 5 جولية وكأس الجمهورية بين فريقين عريقين موجود الجزائر وشباب بلوزات. صافي بليزي رانا مع تبون وعامل فوطو، مبروك علينا الشامبيونه. واش نقول لك، نشكر رئيس الجمهوريه على السطاد تاع الدويره، وشغل رانا شغل فرحانين بالاحترافيه اللي وصلت ليها مولوديه. مركز التكوين عندك السطاد تاعك، عندك تطور للجوار تاعك تاعي، ماشي تروح تخرج كذايا. وان شاء الله يا رب نشرفوا الجزائر في كوب دافريك وتعاود تولي ايام زمان. بالك انا ما نعرفهمش، بالك حكاو لي عليهم الاداره، خدمت لي جوار خدموا داروا اللي عليهم والحمد لله، ومازال ان شاء الله العام الجاي كوب دافريك، ومازال ان شاء الله الزمويه تزيد تطلع، قد ما تزيد تطلع زيد نوصلوا ان شاء الله حاجه بعيده. الحمد لله دويره الستاد تاعنا، وان شاء الله نكونوا حنا كشغل ماليه، وان شاء الله يكون كيف ان شاء الله يكون في الخير علينا. وهذا ما كان ان شاء الله السبورتو تاعنا مستادنا هذاك يعسوا حنايا، ومرحبا اللي جا فيه حنا ثاني خاوة كاع يا اخو. الحمد لله يا ربي بعد معاناة طويلة يا اخو داروا لنا سطاد، فريق هذا عريق خويا، فريق هذا كبير يستاهل خويا، يستاهل أكثر من هكا. حنا فريق هذا رانا موراه اخو بكلش يا اخو، نمدوا كلش باش فريق هذا تاعنا يطلع اخو. رئيس الجمهورية منضل جاي ان شاء الله نفوطيو عليك. والسلام عليكم وتحية خالصة المنعرج الجنوبي رجال شريكي أسياد. جيت نشوف مولوديا وعمو تبون.